وللمزيد ينضم إلينا من أثينا عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية. عبد الستار، كيف يبدو الوضع والأجواء لديك، وكيف يتم التنسيق بين الهيئة العليا للانتخابات والسفارة لسير عملية الانتخابات بشكل سهل ويسير على الناخبين؟ نعم، تحياتي لكما مارينا ورعد، من هنا من أمام السفارة اليونانية وسط العاصمة أثينا. هذه القنصلية تظهر من خلفي. العملية الانتخابية تسير منذ صباح اليوم، منذ 9 صباحا على ما يرام. هناك عدد من أبناء الجالية المصرية جاءوا إلى السفارة وأدلوا بأصواتهم. طبعا هنا في رعد ومارينا، هنا في وعي تام من قبل المصريين بأن المشاركة في هذه الانتخابات هي يعني استكمال لمسيرة التنمية والديمقراطية والاستقرار في مصر. قبل الأيام الماضية كان هناك لقاءات سواء داخل السفارة أو خارج السفارة برئاسة السفير عمر عامر رئيس اللجنة الفرعية هنا في أثينا، ومعه أعضاء البعثة الدبلوماسية. كانت هناك لقاءات مع أبناء الجالية المصرية، ويعني تم الإجابة على جميع الأسئلة التي كانت بحوزتهم عن هذه الانتخابات وأهميتها في الوقت الراهن. عموما اليوم الجمعة هو يوم شغل عمل عادي هنا في أثينا، في انتظار غدا وبعد غد السبت والأحد، وهي أيام العطلة، وسوف يكون هناك ازدحام كبير من قبل الناخبين. أشكرك شكرا جزيلا عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من أثينا، شكرا جزيلا لك.